شباب تحياتي، اليوم شرفنا صديقنا ومتابعنا اسماعيل بهالرينج روفر سبور سوبر شارج الدايناميك 8 سلندر يعني 512 حصان ل 2014، والاحلى واحلى اسماعيل حاطط له كتل اس في ار. خليكم واحضروا الفيديو للآخر. شباب فاذا مثل ما اتفقنا دفاع الامامي محدث للاس في ار، شوفوا معي هاللد زانون سنسر امامي بدل الكاميرا 5 لانه عندنا 360 درجه هيدا الرينج بصف لوحده عند الزوم، ومثل ما عم نشوف الجريل الاسود وكمان كلمات الرينج روفر. هلا نفوت على الداخليه الحلوه بلونها المميز، هذا جونت الاس في ار 22 انش، شبك غطا الموتير كمان جلوسي بلاك والشبك الرفراف جلوسي بلاك، المرايا بيفتحوا على الكهرباء بقلبها بلايند سبوت وطبعا كاميرا والبواب شفط. ومين منا ما بحب السحبات كيف اذا كانوا رينج روفر؟ فاذا المارش بيير راكب يا شباب، وبالنهائيات يا حلاوه على لوجو الاس في ار. شوفوا الشارك ديفيوزر صوتيات 4 سنسر وكاميرا على الارير، طبعا غطا الصندوق كهرباء. يا احلى شباب، يا ويلي شو لابق له كت الاس في ار، اجى وقت نسمع النغم. خليكم يا شباب، وعدتكم بلون داخليه مميز وهو فعلا مميز. قربوا شوفوا اللون البني اللي هو معروف بلون الباسكت مع الدرج السوداء والتو تون اللي هن البني والاسود، وما بدنا ننسى الدبل اي سي والدبل هيتد سيتس والسقف طبعا بانوراميك. شباب مثل ما عم نشوف هالداخليه الحلوه المميزه بلونه بتفاصيلها ملتي فانكشن ستيرنج وهي الشفتر، شوفوا معي التابلو ديجيتال هوب توب، قلبنا لعيون الشباب على الدايناميك لحتى نشوف اللون الاحمر ونسمعكم النغم، كبسه السعاده نعم موجوده، هيدي الشاشه تاتش بدل الكاميرا 5 لانه في بارك اساس بصف لوحده، وما بدنا ننسى الهيتد سيتس يا احلى شباب. خليكم معنا حتى نظهر ونسمعكم صوت النغم. شباب من بعد اذنكم اعملوا له منشن لصاحب النصيب بطلبه رينج روفر اس في ار وصوته نغم، يتواصل مع الرئيس اسماعيل. اسماعيل شرفنا واهلا وسهلا فيك، مثل ما دائما بنقول الله يبعد ضربات ويهني صاحب النصيب. صوره ورقم اسماعيل عندنا على الويب سايت ركيم موتورز دوت كوم.